السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيا، ازيك يا ملوكة؟ ازيك؟ بص يا حبيبتي، النهارده احنا عندنا موضوع مهم جدا. هنبتدي بآية كريمة ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تعالى كده نشوف احنا فهمنا ايه منها الأول. هنا ظهر ايه؟ الفساد. ايه الفساد ده؟ مثلا ارمي حاجه في الشارع او اضر حاجه، ضرر يعني مثلا. طيب عكسه ايه؟ عكس الفساد ايه؟ احفظ زعله. ممكن نقول الاصلاح. ماشي، يبقى عكس الفساد او الصلاح. يبقى الفساد ده اللي هو عكس الصلاح، صح؟ كويس. ظهر فين بقى؟ في البر والبحر. ايوه، عشان مثلا انا واحد بياخد الحاجة ويرميها في النيل، ده كده في البحر، والبر مثلا باخد ورقة او واقعد الوص بيه. يبقى في فساد عامة. لسه هنتكلم ايه عن انواعه دلوقتي، بس ظهر في البر والبحر. البر ده والبحر عبارة عن ايه؟ مش دول يعتبروا ايكو سيستمز؟ البر ده اللي هو اليابسة، صح كده؟ اللي هو على سطح الأرض، والبحر ده اللي هو المارين، كده؟ فأنا عندنا الاثنين دول يعتبروا ايه؟ يعتبروا ايكو من ايكو ايكو سيستم. نوع من ايكو سيستم. الايكو سيستمز دي بقى ممكن تبقى بر وممكن تبقى بحر. البحر تحديدا بنسميه المارين ايكو سيستم، مارين ايكو سيستم، خلاص. طيب ايه بقى اللي خلى الفساد؟ الفساد دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه وحشه. الفساد ده بقى يعني ان الدنيا تبوظ، ان مثلا الكائنات تهلك، اللي هي كانت اصلا ايه؟ ليفنج اورجانيزمز. فممكن الفساد ده يكون معناه هلاك الليفنج اورجانيزمز، يبقى بس of living organism، صح؟ يكبولر ستيك يبقى ان الاورجانيزمز تموت. طب ما هو عادي، ما كده كده اصلا كل الاورجانيزمز الليفنج لازم ايه؟ لازم تموت. انا بتكلم على انها يموت عدد كبير منها او يموتوا كلهم من نوع واحد اللي بنسميه نظرة الحيوانات ندرة الحيوانات، صح؟ او أو بقى انقراضها خالص. أكسنت ايوه صح، اكستنشن او اكستنشن، هل هيتمش اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ انقراض. بس انقراض لوحده اكستنت. ماشي خلاص، يبقى هي. طب ده يعتبر صلاح ولا فساد؟ ان لما يبقى فساد، اورجانيزم يهلك كده بس لو احنا ويبقى كله مش فساد، موجود. هو لو ربنا بيموته فساد، لكن لو هو مات لوحده طب ربنا خلق البيئة الايكو سيستم متوازن، ان الحاجات طول ما هي مظبوطة من غير ما الانسان يتدخل فيها ويبوظها هتفضل كله موجود، كل الانواع. بس بقى تعال شوف ايه اللي خلى الفساد ده زي الديث اوف ليفنج اورجانيزم او الاكستنشن والانقراض ده يظهر في البيئات دي في الايكو سيستم، سواء كان البر او البحر. قال لي ايه بقى؟ ايه السبب؟ ها؟ بما كسبت أيدي الناس، يعني ايه بقى؟ يعني مين اللي عمل كده؟ الناس بأيديهم اللي هو هما اللي اي نوع خلوها من الليفنج؟ تيجي زي ايوه الهيومن. إذن الهيومن عمل حاجات اكتسبها بإيده أو كسبها بإيده، يعني هو اللي كان اللي نفذها بنفسه، خلاص؟ فأضر بالإيه؟ بالإيكو بالبر سيستم والبحر. كله، سواء البر أو الإيه؟ أو البحر، صح كده؟ يعني على الأون إيرث أو حتى في الإيه؟ في المارين أو في الميرن. طيب ليه بقى الفساد يظهر عشان الناس عملوا كده؟ طيب ربنا إيه حكمته من لما الناس تغلط يظهر الفساد؟ تعالي شوف هما هيصلحوا ولا مش هيصلحوا. صح، المفروض يصلحوا، ده الاختبار الحقيقي. بس هو ربنا بقى قال ايه؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. يعني مين اللي هيتضر من اللي حصل ده؟ اليومن برضه نفسه هيتضر. مثلا ناخد مثال على سبيل المثال. الله، مثال على سبيل المثال. ايه بقى؟ مثلا لو انه الانسان عايز يبني عمارات كتير. Building new houses، ماشي؟ او buildings كبيره. ويعمل رودز، يعني طرق، شبكه طرق كبيره. فيجي على الاراضي الزراعيه اللي مليانه بلانتس ويفضل ايه؟ يخلع البلانتس كلها ويرصفها، يحولها لطرق مرصوفه ويحولها لبيلدينجز، ماشي؟ لبنايات. ساعتها هو يظن ان هو كده بيعمل كده عشان ايه؟ عشان خاطر بقى يصلح مثلا او كده. بس هو
افسد الدنيا. طب افسدها ازاي بقى؟ عشان الفلوس ده نوع حي اول كده تمام حاجة، وبرضه ليه استفادة زي ما هو ملهاش، يعني أكيد في ناس بتفكر إن هو ملوش استفادة، لكن هو مثلا بيعملك الفلوس بياخد منك الكربون بيسبب بزلالة الأكسجين، أنت بتنفسه من غير الأكسجين طيب هو نفسه ايه؟ هيذوق الذي عمل، يذيق البعض الذي ايه؟ عمله، صح كده؟ طيب ممكن الاكل بقى اصلا ده مش فيه، هو حتى لو الانسان بياكل حيوانات، طب مش الحيوانات دي بتتغذى على نباتات؟ طب ما النباتات دي لو مبقتش موجوده بس احنا مش هنعمل، فبرضه يبقى احنا اللي هنتاثر، صح؟ اذا ليذيقهم بعض الذي عملوا، يعني يبقى مين اللي هيتاثر؟ الهيومن ناس، خلاص؟ هو برضه اللي هيتاثر. طيب ليه بقى ربنا بيدوقنا هذا، يعني ربنا بيكرهنا عايز يعذبنا يعني في الدنيا؟ عايز يخلينا نتحمل يبقى لعلهم ايه؟ يرجعون. كانت من الكاتب الزمن كده، لا هنا بقى يرجعون يعني يرجعوا عن الفساد اللي هم ايه؟ اللي عملوه، يعني يعملوا يعني؟ صلحوا يصلحوا، يبقى احنا عايزينهم هنا يصلحوا، صح؟ في الدين الصلاة ثانية، ايوه اقدر، عشان صح عكس الصلاح، يبقى هو يرجعوا بقى ويصلحوا ما افسدوا، صح كده؟ طيب هم افسدوا ايه؟ افسدوا البيئه اللي هي كانت المسكن بتاع الليفنج اورجانيزمز كتير، صح؟ فيرجعون بقى يعني يعملوا ما يسمى بالهابيتات، المسائل هابيتات ريستوريشن، يعني استعاده او المسكن الصالح، يعني الفساد اللي عملوه ده لازم يصلحوا ايه؟ مكانه. طيب لحظه بقى، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. بس على فكرة البلانت محتاجة للهيومن، قلت ليه؟ بعد فترة يعني في ماشي، الآخر التشري الكونسيومر بيموت، صح، هو اللي مات، كل الكونسيومرز بيموت والبلانس لا بتاعتها، أنا قصدي ماشي، التاكل اه هو آخر واحد، ماشي بعدين الكونسيومر يعني هو مات ماشي. التشري لوحده طيب مات، يبقى بقى الديكومبوزر فبتشتغل عليه برضه وتاخده، صح؟ طبعا بقى الهيومن برضه في زبلة. طيب بس البلانت ما تضرش الهيومن في حاجه، انما الهيومن هو اللي ضرر. طيب يبقى هل الايه معناها كده بس؟ لا، الايه في الاصل معناها حاجه تانية. معناها ايه بقى؟ ركزي يا حبيبتي عشان خاطر احنا نطلع من دي بفائده عظيمه جدا. معناها انه ممكن اسالك سؤال، مش ممكن مثلا تحصل ربنا يمنع المطر عن الارض يعني ما تمطرش وبلانس تموت وبعض؟ طيب دلوقتي هو فين هو الانسان اللي منع المطر؟ بس ازاي بقى نقول ان دي بما كسبت ايدي الناس؟ مثلا بالجلوبال وورمنج، لما احنا نعمل جلوبال وورمنج فبيحصل حاجة في الطقس، احنا يعني بنلوث البيئة اللي هو الهواء، بنعمله لها التلوث، اه وده بيساعد ان الأمطار يعني تنبض الأتموسفير. بس الصراحة الجلوبال وورمنج ده هيبخر مياه كتير ويعمل سحب أكتر، أيوة وممكن يخلي المطرة تنزل في حتة تانية أكتر. فاهم، إنما إزاي الإنسان يبقى سبب في إن المطرة تنقطع عنه؟ أقول لك أنا بقى، الذنوب. يعني هو عادي هيذنب في حاجة تانية ملوش دعوة بالبيئة، بيكذب كتير، بيسرق، بيعمل حاجه، فربنا يحرمه من الايه؟ من ايه؟ مش من الحاجه دي، لا، ربنا يحرمه من نعم تانية يمنع عنه المطر. يعني كثره الذنوب ممكن تخلي ربنا يمنع المطر عن البلد. طب وايه ركز الناس دي؟ مين اللي اذنب؟ لا، لو بقى ناس كتير، لو مجتمع كوميونتي الهيومنز اللي فيه طب في ناس معظمهم، جواهم ايوه بس ما اصلحوش، ليه ما قالولهمش يبطلوا؟ طبعا انهم لا خلاص، لو قالوا لهم ومش شايفين مش راضيين يبطلوا، يمشوا ويسيبوهم من المكان ده. لان ايه؟ لان المكان لازم يبقى صالح. طيب يبقى الذنوب اللي بيرتكبها بني ادم ربنا ممكن يعمل لنا تشينجز في الايكو سيستم تبقى فساد، وربنا بيفسد؟ لا، اللي افسد مين؟ الهيومن. الهيومن هو اللي ارتكب الذنوب فاستحق سنة ربنا انه يمنعه من المطر، او انه يبعت له فيضان يدمر الايه؟ فاكره قصه سبأ؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم وايه؟ واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا عن الشكر، فأعرضوا.
يعني ما شكروش ربنا كده. هما الفساد ظهر من عند مين الاول؟ منهم هما، ما شكروش ربنا، مع ان كان عندهم ايه؟ جنتين مليانه شجر وثمار، خلاص؟ فراح بقى ربنا ايه؟ جاب لهم سيل عارم، يعني سيول وفيضان جامد جدا، دمر البلد نفس بتاعتهم. الوقت بعت لهم واحد ياخد المشكلة اللي هو فيه. قال لهم في الاول هما رفضوا، لما كلهم رفضوا حصل فيهم كده، خلاص قال لهم اشكروا، والانبياء بتاعهم بقى مشوا وسابوهم، خلاص ما حصلهمش حاجه كده. بس كانت النتيجه ايه في الاخر؟ يبقى الفساد ظهر، مين اللي بعته؟ ربنا. دي حاجه تشينج في الكلايمت، يعني تغيير في الطقس، صح؟ في المناخ. هو الانسان اللي بيعمله مباشره؟ لا، ممكن يكون ربنا اللي عمله، بس الفكره في ايه؟ بايه السبب؟ ايه السبب؟ الذنوب، بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فانا ساعتها بقى يدوقوا الايه؟ يعرفوا ان الذنب بيسمع عندهم بيتاثروا بيه، الايكو سيستم بتاعهم ممكن يموت، خلاص؟ وممكن يتعذبوا. ليه بقى؟ لعلهم ايه؟ يرجعون، يعني يتوبوا عن الايه؟ عن الذنوب. كويس؟ احنا بقى المفروض عايزين نعرف دلوقتي ايه التشينجز، الفساد اللي ممكن تحصل في الايكو سيستم، يعني يبقى عندنا ايكو سيستم، لسه هنشوف بقى ده هيؤدي الى كده، بس ازاي؟ ايه الاسباب؟ ممكن مثلا، انت قلت كلام حلو، قلت ممكن ان احنا البوليوشن، التلوث، احنا بقى ممكن نرمي مثلا حاجات في الايه؟ في المارين، في البحر، خلاص؟ فدي ممكن تلوث في اي بيئه، اي ايكو سيستم، المارين ايكو سيستم. ممكن تشغيل المصانع والدخان اللي بيطلع منها بكميات كبيره. ممكن لو عملنا اوفر فيشنج، يعني اصطادنا سمك كتير اكثر من اللازم. هنشوف كل ده ازاي طب مش ربنا بيأثر، مصنعنا؟ هنشوف بقى، بس هنشوف ازاي دلوقتي. يبقى احنا دلوقتي مستنيين ايه؟ مستنيين نتعرف على ازاي بيحصل تشينجز، تعتبر تشينجز فساد، وازاي الهيومن هو اللي عملها، خلاص؟ وايه السلوكيات الوحشه، وازاي نعمل ايه؟ هابيتات ريستوريشن، يعني نستعيد المسكن الصالح ايه؟ مره تانيه بعد اللي احنا ايه؟ بوظناه. هناخد استراحه ونكمل بعد الراحه.